أهلا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد هذا الأسبوع أجيكم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني. يصادف يوم 20 ديسمبر في هذه الفترة. تحبوا التضامن يا أطفال؟ والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتعرف على اسم من هذه الأسماء، إنه رابح جامع. غنوا معي يا أطفال. يلا كمل. يا ابني ثمانة في سنتنا والإسلام. تاني الأطفال اللي محبين يجوا يحضروا معنا ما عليهم إلا يسجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. تسنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من تسمع منهم ردا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا نضموا مع عمو يزيد.